للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، ضعني في صورة حركة المعبر ودخول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين. تحياتي لك هبة ولكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بدخول المساعدات الإنسانية وأيضا استقبال الجرحى والمصابين. الجهود لم تتوقف خاصة في حركة المعبر التي لازالت مستمرة في استقبال الجرحى والمصابين. نتحدث اليوم على أن معبر رفح استقبل 18 مصابا بمرافقيهم وأيضا أكثر من 250 من مزدوجي الجنسية ورعايا الدول الأجنبية الذين تسهل لهم يعني السلطات الدخول وأيضا إجراء الفحوصات الطبية المختلفة ومن ثم تحديد الإصابات ونوعياتها وأيضا نقل الإصابات إلى المستشفيات المخصصة لعلاج المصابين من خلال سيارات الإسعاف المتواجدة. لكن نتحدث عن شاحنات المساعدات، أيضا هنا نتحدث عن 50 شاحنة وصلوا بالفعل إلى الجانب الفلسطيني بها عدد من المواد الغذائية والإنسانية وأيضا المساعدات أو الشاحنات المصطفى أمام معبر رفح تمهيدا لدخول الشاحنات دفعة تلو الأخرى، بالإضافة إلى بالطبع الشاحنات المتواجدة في مدينة العريش والمساعدات التي تأتي من الدول. على الجانب الآخر أيضا هناك مجهود كبير يتم فيما يتعلق باستقبال الطائرات في مطار العريش. نتحدث عن أن مطار العريش اليوم استقبل طائرتين، الأولى طائرة بولندية على متنها 33 طن من المستلزمات الطبية، ثم الطائرة الثانية من الإمارات على متنها 36 طن من المواد الغذائية والإغاثية. كل هذه الجهود تتواصل ليصل عدد الطائرات إلى أكثر من 350 طائرة في مطار العريش، وهذا يتم بالتنسيق ما بين الجهات المختلفة. لكن نقطة هامة هنا أيضا إشادة الدول وإشادة المنظمات المختلفة والوفود التي تأتي تباعا إلى مدينة العريش بالمجهود المصري الذي يتم سواء من الشاحنات المصطفى على جوانب الطريق أو حتى تسهيل مهمة دخول هذه الشاحنات من خلال بوابة معبر رفح المصري، بالإضافة إلى جهود المتطوعين من جمعية الهلال الأحمر المصري. هل من إجراءات خاصة ربما تتخذ لي عملية الدخول أو الخروج أو بشكل استثنائي في بداية العام الجديد؟ الجميع يترقب هذا الأمر، خاصة أنه مع تعيين المنسقة للشؤون الإنسانية والإعمار لغزة من قبل الأمم المتحدة، يعني الجميع يأمل في أن تكون بداية العام الجديد بالفعل بداية لدخول مزيد من المساعدات، والجميع هنا يترقب دخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، خاصة أن القطاع بحاجة كبيرة إلى مثل هذه المساعدات، خاصة يعني التقارير الدولية تشير إلى أن أكثر من 80% خاصة من الأطفال في قطاع غزة يعانون من نقص غذائي حاد وكبير للغاية، فبالتالي الحاجة إلى مزيد من المساعدات لابد منها في هذه الأيام خاصة مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. فبالتالي الجميع يأمل أن يكون هناك دخول أسرع، خاصة أننا نتحدث عن أن المنافذ التي تم تحديدها، نتحدث عن منفذ العوجة أو حتى منفذ كرم أبو سالم، يسع لعدد كبير من الشاحنات تدخل، فلابد أن تدخل مثل هذه الأعداد. في السابق كان يمر من خلال معبر كرم أبو سالم فقط ما يقرب من 500 شاحنة من البضائع، فلا يعني نصف هذا العدد لا يصل الآن إلى قطاع غزة. فبالتأكيد نأمل في بداية العام والجميع يترقب، خاصة أنه يعني الأخبار والأنباء تقول بأنه في بداية شهر يناير أو على الأقل في منتصف شهر يناير سيبدأ عمل منسقة الشؤون الإنسانية والإعمار لغزة للأمم المتحدة، فبالتالي من الممكن أن يكون هناك خلال الفترة القادمة دخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة. نعم، أشكرك جزيل الشكر محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معي من مدينة العريش.